بتفاول عليا، بتفاول عليا، مفيش حاجة، مفيش حاجة. ده هو بس متعود، متعود إنه يتخضنا دايما في البيت، وإحنا وأنا ما بتخضش. هو يعني أنا عارف، أنا عارف إنه زعلان مني كمان. صح يا إسلام؟ مش أنت زعلان مني؟ وبعدين أنت عارف إن أنا بحبك وبخاف عليك. بص وبعدين بص بص جبت لك إيه؟ بص بص السلسلة اللي أنت بتحبها دي جديدة؟ بتاعتي فاكرها بتاعتي؟ أنا بتاعتي سلسلة فاضية دي ليه؟ الجيل اللي أنت بتحبه. بص بص على السلسلة، بص يا إسلام، إسلام رد عليا، قوم معايا، يلا قوم معايا، قوم معايا. أنت مش قلت لي أنت مش هتسيبني؟ شفت بقى إن أنت مش بتحبني؟ Yeah.